قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إن القراءة باتت اليوم إحدى الأسلحة الواجبة على أمتنا أفرادا ومجتمعات على حد سواء التحصن بها من شرور المخاطر المحدقة عقائديا وفكريا وسياسيا. ودعا معاليه إلى جعل القراءة منهاج حياة وعادة حميدة محببة إلى النفوس ينشأ عليها الصغار منذ نعومة أظافرهم لتمدهم بالزاد العلمي والمعرفي الذي يغني عقولهم ويثري تجاربهم في الكبر. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة قد تفضل فشمل برعايته الكريمة افتتاح مهرجان الأيام الثقافي 24 للكتاب الذي تنظمه مؤسسة الأيام للصحافة والنشر لغاية 23 الجاري بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وخلال حفل الافتتاح قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله إن أحياء المعارض المتخصصة في نشر المعارف بشتى أنواعها في ظل ما يهدد القراءة ووعاءها ممثلا في الكتاب من عزوف وقلة إقبال ما هو إلا مبادرة تستوجب تشجيعها ودعمها عاما بعد عام حتى نؤمن لأجيالنا القادمة إرثا راسخا ومستنيرا. وحث معاليه دور النشر والطباعة على أن تسخر التطور التقني الهائل الذي نشهده في وقتنا الحاضر في خدمة الكتاب وبث روح الوعي القرائي، وألا تدع المجال مرتعا خصبا لمفرزات التكنولوجيا وما تنتجه من مغريات ووسائل ترفيه تلقى رواجا وقبولا أكبر وبخاصة عند فئة الشباب. وأضاف معاليه قائلا يتحقق الهدف الأسمى من القراءة بالفهم، فقراءة بلا فهم لا يمكن اعتبارها إلا مضيعة للوقت والجهد، كما يتحقق الهدف من القراءة باختيار أجود المؤلفات التي تسهم في صقل شخصية القارئ وجعله فردا صالحا ومنتجا في مجتمعه ووطنه. وحيا معالي الشيخ خالد بن عبد الله مؤسسة الأيام للصحافة والنشر التي أخذت على عاتقها منذ 24 عاما على التوالي إقامة وتنظيم هذه التظاهرة الثقافية في البحرين التي كانت ولا تزال بفضل رؤية قيادتها الحكيمة والحكومة الموقرة توفر مناخا خصبا للعلم وأهله في شتى الميادين. من جانبه أعرب السيد نجيب الحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأيام للصحافة والنشر عن بالغ شكره وعظيم تقديره للرعاية الكريمة التي تفضل بها معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة والمتمثلة في افتتاح الدورة 24 من مهرجان الأيام الثقافي للكتاب، مؤكدا أن هذا الدعم دلالة على المكانة الكبيرة التي يكنها معاليه للكتاب بوصفه فضاء معرفيا يشرع الأبواب نحو خلق مجتمع لصيق بالمعرفة ويفتح آفاق الارتقاء والتطور الحضاري. 235 دار نشر بسطوا أجنحتهم بمهرجان الأيام الثقافي للكتاب الذي جاء تحت رعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء. مناهل ثقافية شتى درت من ينابيع عربية وأجنبية حتى أخرجت لنا في هذه النسخة أكثر من 65,000 عنوان في مختلف المجالات العامة، علاوة على الزخم الكبير للمواضيع التخصصية المتوفرة. ما يميز هذا المعرض أنه هو الأكبر في هذا العام، طبعا يسبق اليوبيل الفضي في العام القادم، راح يكون فيه الأمور أكثر مختلفة. هذا المعرض شارك فيه نخبة من دور النشر العريقة والمعروفة، والذين حرصوا جميعهم على يعني إحضار إصداراتهم الجديدة لعام 2018 في هذا المعرض. هذا المعرض حصل أو يعني استقطب دور نشر جديدة لأول مرة بتشارك، وجميعها من كبرى دور النشر في الوطن العربي. في هالسنة صار اللي هو احنا ندعم الشباب البحريني والمتطوعين بتقديم اللي هو ما عندهم حق الأطفال من ناحية الثقافة والكتب والقراءة، ننمي الطفل شلون انه هو ينتقي كتابة ويقرأ الكتاب المناسب لعمره، زائد اللي هو المسرح، مسرح الطفل، حابين ان احنا نشجع الأطفال انه هو شلون يكون على المسرح ويقدم شيء انه في عمره. حدث ثقافي دوري يشهد هذا العام مشاركة دور نشر جديدة، أقسام منوعة، كتاب شباب، كل ذلك يساهم في سبر فضاءات المعرفة داخل أسوار الثقافة البحرينية.
مشاركة المؤسسة الخيرية الملكية في مهرجان الأيام الثقافي للكتاب تأتي من ضمن المشاركات الدورية التي تسعى لها المؤسسة الخيرية الملكية من أجل إبراز دور جلالة الملك وسمو الشيخ ناصر في مجال العمل الخيري والإنساني كان داخل البحرين في رعاية الأيتام والأرامل والخدمات والرعايات المقدمة لهم، بالإضافة للعمل الإغاثي اللي تقدم المؤسسة الخيرية الملكية للدول الشقيقة والصديقة المنكوبة أثر الحروب والكوارث الطبيعية. بديت أكتب تقريبا منذ الصغر، من يوم يعني قبل المراهقة طبعا، وعندي مؤلفات، ثلاث مؤلفات، والرابع إن شاء الله بتدشن بكرة في المعرض. الأول دلال المشاعر، الثاني بيكون ترانيم دلال وقفص مريم، والأخير دلاليات. مهرجان لم يبصر سوى نور النجاح في نسخه السابقة، كيف لا وإليه يفد المستنيرون من محب القراءة فيتجولون في بساتين تلك الكتب من أجل أن يقطفوا أزهارها. محطة تعد من أهم الفعاليات الثقافية التي يبزغ شمسها سنويا في المملكة، وعند عتباتها ينتظر القراء والمثقفون لكل ما هو جديد في عالم الفكر والمعرفة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.